طبعا الناس الان بتحضر لاعياد الميلاد وراس السنه، فانا شفت كتير بيوت في مدينه بافلو في نيويورك وفي كندا ولفيت يعني، بس عمري ما شفت مثل هذا البيت. يعني فعلا هذا اول مره اشوف بيت مميز بهذا الشكل، يعني عامل اضويه وقلوبات بمنظر جميل جدا. طبعا كتير كتير المنظر مهما تشوف في الفيديو المنظر بجماله، لكن بصراحة المنظر في الطبيعة كتير روعة، جميل جدا. يعني هذا البيت لو في يعني يعملوا مسابقات فعلا هذا البيت حياخد جائزة. طبعا في موسيقى شغالة في الخلفية لو بتسمعوها، روعة روعة، منظر جميل جدا جدا جدا. هذا اعتقد في منطقة ايسلند، نياجرا فولز ايسلند. روعة روعة، منظر كتير كتير حلو صراحة. أنا شفت المنظر من بعيد، يعني من مسافة بعيدة شفت اللايتات، اعتقدت إني ممكن تكون شركة أو بناية، بس لما تقربت منه وجدته بيت أو هاوس. كتير جميل جميل جدا. أكثر الأشياء الموجودة بتتحرك. طبعا إحنا عندنا بيبدأ التحضير من بداية شهر 11، من يوم 15 أو 11، وبيبدأ لحد رأس السنة. طبعا هي معتقدات، في ناس بتعتقد بأعياد الميلاد، وفي ناس اللي هم يوم 25، وفي ناس بتعتقد يعني هو بيحضروا مش للميلاد، هم بيحضروا لرأس السنة. في ناس الاحتفال عندهم علماني مش للمواليد، في ناس بتحتفل علمانيا. طبعا فوق في منظر جميل جدا هناك، الآن تركض. كل عام وانتم بخير وايام سعيده ان شاء الله، واجمل ايام ان شاء الله تشوفوا هاي السنه جديده عليكم باذن الله. تحياتي.